مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون مصر اليوم، معاكم محمد رمزي مهندس تغطية جديدة من أمام مشرحة مستشفى منية النصر. ووسط انهيار الأسرة، تحويل جثمان الشاب عمر محمد السيد عبد الرحمن اللي فقد حياته على يد شاب آخر من أبناء قرية ميت الخولي أثناء تواجده مع أصدقائه على طريق البحر بداخل القرية. الشاب كان في خلاف، كان منذ الأمس قام على إسره الشاب الآخر، وأثناء تواجده على طريق البحر ميت الخولي مؤمن بطعنه السكين طعنة نافذة بالقلب أودت حياته على الفور. طبعا الان واثناء تحويل الجثمان لمستشفى المنصوره الدولي لتشريح الجثمان لاستخراج تصريح الدفن وتشييعه للمسواه الاخير بقريه ميت الخولي مؤمن التابعه لمركز منية النصر بمحافظه الدقهليه. طبعا الان واثناء تحويل الجثمان لمستشفى المنصوره الدولي لتشريحه واستخراج تسريح الدفن لتشييعه لمثواه الاخير، الجميع في حاله انهيار وحزن، والاسره في حاله انهيار تام. الشاب عمر محمد السيد عبد الرحمن اللي عمره 17 سنة كان هو العائل الوحيد لوالدته وشقيقه الأصغر بعد انفصال والدته عن والده منذ سنوات طويلة، كان هو اللي بيشتغل وبيصرف على والدته، كان بيروح الشغل وبيرجع آخر النهار. امبارح حصلت مشكلة بينه وبين الشاب فارس، ولكن الأصدقاء أنهوا الإشكال في وقت بسيط، والنهاردة وأثناء تواجد الشاب على طريق البحر بميت الخولي مؤمن باغته الشاب فارس بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته فور وصوله مستشفى منية النصر المركزي، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة اللي أمرت بدورها تحويله للمستشفى الدولي بالمنصورة لاستخراج تصريح الدفن بعد تشريح لتشييعه لمثواه الأخير. أبو ياسر عم حلمي، ايوه حالة من الحزن والألم والصدمة تنتاب الشباب المتواجدين أمام المشرحة أثناء تحويل الجثمان للمستشفى الدولي بالمنصورة بعد أن فقد صديقهم حياته على يد آخر.
طبعا الشاب عمر طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي، عمره 17 سنة، فقد حياته على يد شاب آخر بسبب خلاف كان بينهم بالأمس. قام على إسره الشاب فارس بطعنه طعنة نافذة أثناء تواجده على طريق البحر بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز بنية النصر. وكان الخلاف منذ فترة طويلة بين مجموعة من شباب وطلاب المدرسة الثانوية، حدث خلاف منذ فترة كبيرة، وكان الشاب فارس يعرف الأشخاص التانيين وكان عايز ان هو يودي الشاب عمر ليهم، فحدث بينهم خلاف بالأمس. قام على إسره بمشاجرة بينهم، قام أصدقائهم على الفور بفضها، ولكن النهاردة وأثناء تواجد عمر على طريق البحر بقرية ميت الخولي مؤمن باغته بطعنة نافذة في الجانب الأيسر أودت بحياته فور وصوله مستشفى منية النصر المركزي. الآن طبعا وسط حالة من الانهيار بين الاهالي اثناء تحويل جثمان الشاب عمر محمد السيد عبد الرحمن اللي عمره 17 سنة لمستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع تلفزيون المصري اليوم، كان معاكم في التغطية من أمام مشرحة مستشفى منية النصر المركزي، كان معاكم في التغطية محمد رمزي مونس، شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع تلفزيون المصري اليوم، كان معاكم في التغطية محمد رمزي مونس، شكرا جدا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.